على الرغم من إيمان الكرد بأن التظاهر السلمي سلاح قوي للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين، وهو حق كفيله الدستور والقانون، إلا أن مطالب المتظاهرين بتغيير الدستور ونظام الحكم تثير مخاوفهم، إذ يطالبون أن تكون أي تعديلات دستورية وفقا للقانون ولا تلحق الأذى بالحقوق التاريخية والمطالب الكردية بحسب السياسيين. الموقف الرسمي والموقف في الشارع في كردستان واضح جدا، نحن مع حق التظاهر لأنه حق دستوري، ولكن في نفس الوقت يجب على المتظاهرين الالتزام بسلمية التظاهر وضرورة حمايتهم من قبل الأجهزة الأمنية المختصة وعدم استخدام القوة أمامهم. موقف الأقليم واضح أنه أي تغيير في الدستور أو نظام الحكم يجب أن لا يؤثر على الحقوق الواردة في الدستور فيما يخص مكونات العراق الدينية والطائفية وكذلك الحريات المدنية. سياسيون آخرون قالوا إن الكثير من مطالب الكرد تم تلبيتها، وإن حكومة إقليم كردستان لن تقدم تنازلات ولا يمكن القبول بتعديل يقوض حقوق الكرد والمكونات الأخرى داخل العراق. عموما نحن مع تشكيل غرفة عمليات في إقليم كردستان وكذلك غرفة عمليات في بغداد لتزويد الفريق الكردي في البرلمان والفريق الكردستاني في الحكومة بما في خير العراق وخير المتظاهرين وخير العراقيين جميعا. للكرد مخاوف من تغيير الدستور بطريقة تلحق الأذى بالحقوق التاريخية والمطالب الكردية التي هي موجودة منذ بداية العراق إلى هذا اليوم. في الدستور الحالي كان هناك، بالرغم من المشاكل الكثيرة الموجودة في الدستور الحالي، كان هناك يعني لبيت الكثير من المطالب الكردية التاريخية في هذا الدستور. وبحسب محللين فإن موقف الكرد المبدئي والمتوازن يدعو إلى احترام الدستور والالتزام به وجعله المرجع للحل والتوافق، وفي حال تعديله فيجب عدم المس بصلاحيات إقليم كردستان وبالنظام الفيدرالي اللامركزي وبحقوق الكرد المؤطرة دستورياً.